خلينا احنا نفتح ملف اخر ربما، لانه تزامنت الثوره في عيدها مع الشباب، هذاك علاش اسمه عيد الثوره والشباب. اخترنا انه نخصص هذا العدد الاول بعد ذكرى الثوره السابعه للحديث عن وقع الشباب. البدايه بحدث البارح من اكثر المناطق كثافه سكانيه في تونس، المنطقه الاولى، الثانيه على مستوى الافريقي، حي التضامن. هذا الحي اللغز، قبل ما نمشي ونشوفوا كيفاش تم تدشين البارح دار الشباب النموذجي وحي التضامن، خلينا نشوفوا رحله دار الشباب هذه في التقرير هذا ثم نعود. تحرق في الثوره، غارنا مشيو، ما فما حتى العاب عندهم، ما فما حتى وسيله ترفيه، ما يلقاو حتى وين يتنفسوا. والله نقصت النشاطات الرياضيه، ما عادش فما عباد تلعب صغار، تلعب لعناد، ولا يمشوا للقهاوي الكل، حاسين فزت البيعه، ما عادش فما شيء. فبالشباب بدأت الثورة، وللشباب يجب أن تكون. من قلب لحوم ومن أكبر الأحياء في إفريقيا، خسرنا دارنا، دار الشباب، حي التضامن، دار كانت لمنا، حكاياتنا، صغرنا، هجتنا وفرحتنا. بعد ما خسرناها فما إرادة زرعت باش تحييها. هذا فكرة، هذا نصيحة، هذا تعديل الوجهة الصحيحة. الجيل الثاني المؤسسات الشباب فرحنا، وجاء وقت على الساعة تشمرنا ثورة حلمة، شاركنا فيها وتفاعلنا، شاورنا وبدينا خطوة خطوة نحقوا في حلمة. ولاد الحومة الكل، ولاد الحي، بكبيرهم بصغيرهم، حتى اللي بدأ يتخير، مجتمع مدني، مؤسسات، قطاع عام وقطاع خاص، إنجاز كبير كبير باسم ناسه اللي فكرت وخطت واليوم حقت. أول مركب للشباب في حي التضامن، للجيل الثاني للمؤسسات الشبابية، جيل متألق، جيل الصورة الرقمية، جيل الديجيتال. أول سينما سيد في مؤسسات الشباب بالجمهورية التونسية، الواب وراديو تي في، أول مركب شبابي نموذجي في حي التضامن. حلمة كبيرة تحققت في شهر. الحمد لله توا معنا وتعلمنا مع إدارة الشباب، راديو الواب، وإن شاء الله بقدرة ربي باش نعملوا حاجة بيا أحلى شباب الكل في حي التضامن. وتحية تونس. جيل يجعل الحلم واقعاً.